فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الطيبة لا يرد؟ إيه نعم، ثلاث يقولون ما ترد الطيب، وما أدري ثلاث مسائل. نعم، والماء طيب والماء وما أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلا ربما أن الإنسان عنده مانع من الطيب، فإذا رد لأن عنده مانع الطيب يأثر عليه لا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.